بسم الله الرحمن الرحيم. أتعلم من تخاطب في هذه الثلاث يا أبو هريرة؟ قال لا والله لا يا رسول الله لا أعرف، من هو؟ قال إنه شيطان، إنه شيطان. الله يقول ما تشوفونه؟ الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أبو هريرة، يوم من الأيام قال النبي له خذ زكاة رمضان وخلها عندك أمانة عند من؟ عند أبي هريرة. يقول فبت أحرس المال، طعام زكاة الفطر يحبسه حتى يوزع على الفقراء. يقول وفي الليل دخل رجل يسرق من أي شيء؟ من المال. يقول فإذا برجل يسرق، فقام إليه أبو هريرة فمسك الرجل، قال والله لأرسلنك إلى رسول الله، ما راح أهدك، أنت سارق تسرق من وين بعد؟ من الزكاة. فنظر الرجل وبكى، قال إني رجل كبير ومحتاج ولي عيال ولي حاجة شديدة، فأطلقني يرحمك الله. فرأف لحاله أبو هريرة فأطلقه، سامحه لأن ما تمت السرقة، سامحه أبو هريرة. مشى في الصباح، جاء أبو هريرة للنبي عليه الصلاة والسلام، ما قال شيء. فلما نظر النبي إليه قال يا أبا هريرة؟ قال نعم يا رسول الله. قال ما فعل أسيرك البارحة؟ إن هو إلا وحي يوحى، الله يخبره، إذا ما أخبر أبو هريرة الله يخبره. فقال يا رسول الله جاء يسرق فمسكته، فقال إني رجل كبير ومحتاج وعندي عيال ولي حاجة فتركته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة أما إنه كذبك سيعود. شوف الليلة راح يرجع. فترصد له أبو هريرة شافه، فجاء السارق مرة ثانية فمسكه، قال إني رجل كبير وعندي عيال وعندي حاجة فاتركني، فتركه. اليوم الثاني جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما فعل أسيرك البارحة؟ قال جاء كما قلت يا رسول الله. قال ماذا قال؟ قال كذا. قال كذبك سيعود، راح يرجع الليلة الثالثة. مسكه أبو هريرة الليلة الثالثة، قال والله لن أدعك الآن، الحين غير، هذه ثالث مرة والثالثة تامة، الآن أذهب بك إلى رسول الله. قال سوف أخبرك شيئا فاتركني، أعطيك شيء بدل أنك توصلني لرسول الله. قال ما هو؟ قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، اقرأها فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. تعجب أبو هريرة، كلام كبير هذا، راح حق الرسول الصبح. قال يا رسول الله جاءني فقال لي كذا وكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال صدقك، يعني آية الكرسي إذا قلتها لا يقربك شيء حتى الصباح، صدقك. وهو كذوب، ترى هذا كذاب لكن هالمرة صدق. الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ثم قال أتعلم من تخاطب في هذه الثلاث يا أبو هريرة؟ تعرف من هذا؟ ما يدري، أول مرة يشوفه في المدينة. قال لا والله لا يا رسول الله لا أعرف، من هو؟ قال إنه شيطان، إنه شيطان، كما قال الرب عز وجل ثم لآتينهم. يتشكلون، يتصورون، نسمع في الانترنت أحيانا يقولون شفنا جني. وين شفته؟ حاطين صورته بالانترنت، هذا شكله الحقيقي. يمكن يطلعون يوم من الأيام يقولون اكتشفنا أجهزة
تصور الجن تصوير على هيئتهم الحقيقية، ايش راح نقول لهم؟ نقول كذابين، مستحيل تشوفون الجن، لأن الله جل وعلا يقول إنه يراكم، إبليس وكل ذريته، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، ما تشوفونهم. إما أن تكون أنت صادق أو القرآن صادق، الله يقول ما تشوفونهم. طيب شلون أبو هريرة شافه؟ يتشكلون صورة الحقيقية، ما راح تشوفها. بعض المرات يتشكلون على صورة كلب أسود والقط الأسود، وبعض الطيور أحيانا، وأحيانا حمار، أحيانا بعير مع شياطين البعير، وأحيانا يتشكل بإنسان، وأحيانا يتشكل بمخلوقات، وأحيانا تسمع صوته ما تراه، وأحيانا ترى أثره ولا تراه. أما واحد يطلع لنا يقول شفت الجني على حقيقته، نقول ما يصير، هذا يخالف ما في القرآن. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. قدمت لكم هذه المادة من فريق جوال الخير.